السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. أولا عيد مبارك سعيد للأمة الإسلامية وإلى جميع المشاهدين. حلقة خاصة اليوم بمناسبة عيد الأضحى، كنديرها في منطقة قريبة من الحدود الجزائرية وهي بير الجراف اللي معروفة، والناس كيجيو غاديين يعني من وجدة للسعيدية وكيوقفوا في هذا المكان. كنلقاو الجانب المغربي الرايات المغربية، وفي الجانب الجزائري الرايات الجزائرية. وحنا اليوم في هذا النقاش، وخاصة بعد تدخل عمر هلال وتكلم على أن المغرب يحترم حق الشعب القبائلي في تقرير مصيره، والنقاش اللي كان، وخاصة ردود الفعل عند عصابة الجزائر وبعض الإخوان الجزائريين وبعض الفاعلين الجزائريين وبعض الأحزاب والتنظيمات الجزائرية. وحنا في هذا النقاش كنتكلموا بصراحة، والآن في هذه المنطقة ديال بير الجراف كنشوفوا أن الحدود مغلقة، أغلقتها الجزائر، بمعنى أن الجزائر دائما سباقة إلى السوء بين المغرب والجزائر. إذا ما خص عصابة الجزائر تشدق بالأخوة ولا بالجورة ولا بالملح والعشرة. هذا دليل صارخ على الاعتداء ديالهم على الشعبين المغربي والجزائري، اعتداء ديالهم على الكفاح ديال الشعبين المغربي والجزائري. أجدادنا وأبائنا اللي كافحوا الاستعمار ما كافحوش من أجل هذا الوضع. الدماء اللي سقطت واختلطت ما بين الدماء الجزائرية والمغربية ما طاحتش باطلة باش نعيشوا هذا الوضع المأساوي. والآن أنا موجود بين الجراف، وكما قلت كنلقاو مغاربة من هنا وجزائري من هنا، وشي كيلوح الأيادي لشي بما في وضع مخزي مهين للشعبين المغربي والجزائري. واليوم كنسمعوا أصوات من الجزائر وكيقول لك خصنا فعلا تبقى الحدود مبلعة، في الوقت اللي كنشوفوا أن الشعوب قاعد كامل في العالم كيناديوا بفتح الحدود بالتواصل بين الشعبين. كنلقاو أصوات من الجزائر كتقول على أنه خصنا الحدود تبقى مبلعة، وخصنا نطلبوا التأشيرة المغاربة، غير بلعوها وخليوها مبلعة، خليوها تصدى. وحتى هذا الوضع اللي كنشوفوه هنا هو فعلا وضع مهين، مهين للشعبين المغربي والجزائري، وما خصش يبقى هذا المنظر. غير طلعوا الحيوط هنا، حتى انا هنا نطلعوا الحيط، والله الا مشهد مهين. كنشوفوا مغاربه من هذه الجهه وجزائريين من هذه الجهه، مغاربه خاوه مسلمين عرب كتجمعوا مع مجموعه من العناصر، وفي التالي كيجيو وكيوقعوا يوقفوا في هذا الموقف المهين اللي تثبتوا عصابه الجزائر، واللي كتحمل المسؤوليه التاريخيه ديال المآسي اللي كنعيشوها من طرف عصابه الجزائر. القناه معوده عليكم لانكم انتم الدعامه الاساسيه ديال الدعم وديال المؤازره باش يمكن ضمنوا الاستمراريه ديال القناه. اذا المشاهدين الكرام، قبل ما نواصل هذه الحلقه نبغي نشكر جميع المشاهدين الكرام على دعمهم للقناه، وكذلك مشاركة بالتعليقات. بغيت ان الاخوان كاملين يشاركوا بالتعليقات ويعطيونا الاراء ديالهم في هذا الشيء اللي كيوقع ما بين المغرب والجزائر. صراحه ان المغاربه كيعبروا على واحد التعبئه، كيعبروا على الروح الوطنيه، كيعبروا على تشبتهم بشعار خالد الله الوطن الملك، وكذلك كنستافدوا بعضياتنا من اراء بعضياتنا، تعليقات بعضياتنا واقتراحات بعضياتنا. اذا نواصل دائما مع قناه محمد النحا في هالشي اللي كيدور حول منطقه القبائل. وكما قلت دائما على اننا غادي نفضحوا عصابه الجزائر في واحد مجموعه من الحقائق اللي كتحاول تخفيها على الشعب الجزائري والشعب المغربي والاحرار في العالم. إذا كانت، وهذا تحدي غادي نديرو، إذا كانت أو كان إقليم القبائل يعيش تحت السيادة الجزائرية، وإذا كان رئيس الجزائر يمثل السيادة الجزائرية، أنا نتحداه أنه يمشي يقوم بزيارة لإقليم القبائل ويدير نشاط ولقاء جماهيري. إذا واش الرئيس ديال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون يقدر يقبل هذا التحدي؟ واش عصابة الجزائر تقبل هذا التحدي أنه يمشي في هذه الأيام ويدير لقاء جماهيري؟
أو يدير نشاط في إقليم القبائل، إقليم قبائل اللي كيطالب بالاستقلال ديالو، إقليم قبائل اللي كيشوف راسو أنه مختلف عن الجزائر أو القبائل، الشعب القبائل كيشوف راسو بأنه مختلف بكثير على الشعب، بقية الشعب الجزائري، وهادشي كلشي عارفو، لا الشعب القبائلي ولا الشعب الجزائري، عارفين بأنه الشعب القبائلي عنده خصائص كثيرة، وهنا ما كنبغيش ندير المفاضلة ما بين الشعب القبائلي والشعب الجزائري، ولا نقول الشعب الجزائري فيه هاد الخصائص الحسن من الشعب الجزائري، أنا ما نسقطش في هاد الهفوة ولا في هاد الخطأ، ولكن نتكلموا على مقومات مختلفة، ونعرفوا بأن الشعب القبائلي، الشعب القبائلي ساهم بكثير، وكان الركيزة الأساسية ديال الثورة الجزائرية اللي جابت الاستقلال للجزائر، فعلا كانت ركيزة أساسية، وهادشي التاريخ الجزائري والجزائريين كيعترفوا بهذه المسائل هذه كاملة، بمعنى أن ساهموا في الثورة الجزائرية، والشعب الجزائري أو الشعب القبائلي، أقول الشعب القبائلي معروف بواحد الخصال ديال الشهامة وديال الرجولة وديال الكلمة، قال الكلمة سي كلمة، فيه المسلمين، فيه المسيحيين، وفيه ربما اليهود، وفيه غير المسلمين، وأي واحد يقول لك مثلا أنا مسلم كيكون مسلم على حق وطريقه، وإذا قال لك أنا كنتبع هاد الديانة كيتبع على حق وطريقه، بمعنى أنه الشعب القبائلي كان وما زال وفي التوابيت ديالو، والحمد لله كما كنشوفوا حنا في الجزائر على الشعب القبائلي ما موجودش غير في إقليم ديال القبائل، ولكن موجود في ربوع ديال الجزائر، والحمد لله على القبائل، الناس ديال القبائل خدامين على درعهم ودايرين مراكزهم في مجموعة من الأقاليم، وخاصة جوانب التجارية أو الاقتصادية بصفة عامة، بمعنى أنه الشعب القبائلي يساهم في الحركة الاقتصادية ديال الجزائر، وبالتالي فإن اليوم كنشوفوا الشعب القبائلي كطالب استقلال، علاش؟ لأنه من الأول كان كيشوف راسو مختلف، وكان كيركز كثيرا على المسائل ديال الديمقراطية والحرية، وكان يناضل من أجل هذه المسائل، وكان مصر حتى ناضت حرب ما بين عصابة الجزائر وشعب القبائلي، فعلا الشباب القبائلي فعلا كانت حرب، واش هل يعقل أنه تكون حرب ما بين جزائريين من نفس البلد؟ هذا الشيء ماشي معقول، وهذا التاريخ اللي كتحاول تخفيه عصابة الجزائر. أولا بأنكم تأبونا وتفعلوا سر الجرس وديروا لايك وتبارطاجيو وتكومونتيو، هما كيبانوا المسائل خفاف ولكن كيشكلوا قوة بالنسبة لنا القناة باش يمكن لها تستمر. إذا كما قلت فعلا كانت اشتباكات ما بين الشعب القبائلي والقوات ديال عصابة الجزائر، وتقتلت فيها أكثر من 500 شخص. إذا كما قلت هل يعقل أنه تسفك الدماء ما بين جزائريين بأبناء البلد الواحد؟ ولكن هادشي كله تسببت فيه عصابة الجزائر على أنه الشعب القبائلي باغي يعيش في جو من الديمقراطية والانعتاق والحرية، ولكن مع الأسف أن عصابة الجزائر بغت تدمر الشعب الجزائري وبغت تدمر الرموز ديالو، وهادشي كله من عصابة الجزائر، وخاصة بومدين. نعم بومدين اللي كان سبب هاد المشاكل ما بين عصابة الجزائر والشعب القبائلي، والتاريخ يدون ذلك، وكنذكروا على أن مجموعة من الأسماء ديال الشعب القبائلي تم التنكيل بها أو وضعها في الأسر أو قتلوها، كما ترى الأيت حمد، فعلا المناضل الكبير أيت حمد، وهادشي كله كتحاول الجزائر بمعنى العصابة الجزائر تخفيها، بلا ما نتكلموا على الصراع اللي كاين ما بين إقليم القبائل وإقليم الشاوية، رغم أنهم كلهم أمازيغ، ولكن الشاوية اللي جاوا منها أسماء كثيرة، منهم بومدين، الشاذلي بجديد، يمين زروال، وكانوا عندهم الورقة البيضاء والضوء الأخضر ينكلوا في الجزائر كما بغاو، ويستبيحون عرض النساء ويقتلون في الرجال، وهذا التاريخ لا ينسى أبدا. وجابوا مدين ودار بأنه اللي خص يكون عنده الصفة ديال المجاهد هو اللي يكون حارب، يشارك في الحرب ماشي غيره، وهنا كان وقع مشكل ما بين بومدين ومجموعة من الأسماء مثل أيت حمد،
لان كنعتبرهم الناس اللي ما كانوش يشاركوا في الثوره بين حمل السلاح ما عندوش الحق يستافد من صفه مجاهد وبعده امتيازات. وهنا كنذكروا القوله الشهيره ديال ايت احمد اللي قالها للسيبوم ديالنا، قال له مونتغينو تي بليسيور سيتي نو تي زاكروشاج، بمعنى ما كيعترفوش بوم ديال كيقولوا انت يا فعلا كنت في المغرب، كنت كتسمى راسك على انك تشارك في الثوره ولكن ما طلقتش رصاصه واحده وما شاركش حتى في اشتباك. اذا مادام كتقول على اننا حنا اللي اسرى وحنا اللي كنا رموز ديال الثوره ما خصكش تكون صفه مجاهد، انت ورينا الجروح ديالك، ورينا باش شاركت، لان لا شاركت في الحرب لا مدة غادي تكون عندك جروح وتكري يدك مثلا يدك تقرضات او يدك تقطعات او رجليك أو ورينا. وثاني ورينا هضرنا على الاشتباكات ديالك، وهذا كان تحدي ل هواري بومدين او لنقل مخربه. اذا هذا جزء من التاريخ بغيت نذكره الان وانا متواجد في بير الاجراف اقرب نقطه الى الجزائر. شكرا، اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.